بغض النظر عن اسمائكم الصعبه بس هي حلوه يعني. ميوني احكي لي، بداتي من امتى وعلاقه الفن الممتد بقى من الاستاذ لامع حكيم ليكم؟ هو والدي كان راقص متنوع وبيرقص كل حاجه الحقيقه، وزي ما حضرتك قلتي كان من اوائل فرقه رضا فنون شعبيه، وبعدين هو حب الكراكات جدا واتمرنوا على ايد استاذ ابراهيم بغدادي الله يرحمه، استاذ ابراهيم عاكف الله يرحمه، عندما سافر بره او علاقته بالكراكات اكتر بالتاب ما هو انا دانسينج. كنت ده اللي عايزه اسالكم فيه بقى. الكلاكات مش من الفنون الشعبيه المصريه، لا جه ازاي وازاي الناس بتستقبله في مصر بقى؟ هو فن امريكاني وبدا في امريكا ايام زمان جدا جدا، ولما جه هنا مصر اكتر ناس كانوا بيرقصوه الارمن، يعني الارمن لما كانوا عندنا في مصر كتير زمان كانوا اشطر ناس هم اللي اتعلموه بره، وهم جم ادوه حلو قوي هنا في مصر، فهم اللي انتروديوس الموضوع لينا.